أجرت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى بالتعاون مع الجهات الحكومية العراقية تقييما لحجم الدمار الذي حل بجامعة الموصل على يد داعش الذي استغلها لأغراضه غير الشرعية وعطل الحياة الدراسية فيها لما يقارب 3 سنوات. وسام يوسف رافق محافظ نينوى نوف الحمادي واطلع على الخراب الذي طال هذا الصرح العالمي العراقي ثم عاد بهذا التقرير. جامعة الموصل إحدى أهم وأقدم الجامعات العراقية، هكذا أصبح حالها بعد 67 عاما من العطاء، إذ كانت تضم عشرات الكليات والمراكز البحثية والمتاحف والمكتبات والكثير من المؤسسات التابعة لها، لكن تنظيم داعش أراد لها الخراب وجعلها أحد مراكز قيادته ومخازن لأسلحته ونشاطاته الإجرامية. هناك في النية بدأ عملية رفع الأنقاض، لكن لحد الآن ننتظر الجهد الهندسي. هناك اتفاق مع السيد الفريق الركن عبد الأمير لغرض إرسال جهد هندسي لغرض تشيك الجامعة حفاظا على المتطوعين أن لا تكون هناك عبوات أو متفجرات. بعد هذا العمل سوف يكون هناك حملة تنظيف ورفع أنقاض ومن ثم ترميم معظم الكليات الغير متضررة، وسوف يعلن عن إكمالها. تعمد داعش أن يستغل جامعة الموصل في معركته وجعلها أحد خطوط دفاعه المهمة في الساحل الأيسر من المدينة، الأمر الذي عقد عمليات التنظيف، إذ لا تزال الكثير من مرافق الجامعة مفخخة وبحاجة إلى تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم. البوابة الشرقية لجامعة الموصل أحد أهم الصروح الثقافية والعلمية لهذه المدينة، ولكن بعد التحرير الخراب كبير في هذه الجامعة. من المنتظر قريبا أن يكون هناك أعمال صيانة وأعمال تأهيل لهذه الجامعة لكي يعود إليها الطلبة في العام القادم إن شاء الله. إضافة إلى الدمار الذي سببه داعش لجامعة الموصل، فإن التنظيم تعمد أيضا سرقة الكثير من الأجهزة والأثاث الخاص بجامعة الموصل، فضلا عن استغلاله المختبرات في محاولة لإنتاج أسلحة كيميائية، كما تعمد أن يحرق أغلب الأبنية التي لم يتمكن من سرقتها إمعانا منه في تخريب هذه المؤسسة. ستقوم البلدية بحملة كبرى حتى في أيام العطل من أجل فتح الجامعة وإعادتها، وخاصة المباني التي فيها أضرار قليلة. سنكون هنالك جهد مشترك مع جامعة الموصل ومع الشباب المتطوعين. هنالك نخبة من الشباب مدينة الموصل ومن طلاب الجامعة الذين سيساهمون مع بلدية الموصل لإعادة الحياة لهذه الجامعة. الأيام المقبلة سوف تشهد حملة كبيرة لإعادة الحياة إلى جامعة الموصل المنكوبة، حيث أن الكثير من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية أبدت استعداداتها للمساهمة في إعمار الجامعة التي تعد واحدة من أهم جامعات العراق ومنطقة الشرق الأوسط.